هيئة الأرصاد تحذر من ظاهرة مناخية متطرفة تمر بالنمسا. البنك الوطني يخفض توقعات النمو إلى ركود في الناتج المحلي الإجمالي. النمسا تدخل أطول فترة ركود اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. البرلمان يوافق على زيادة المعاشات والمساعدات الاجتماعية بنسبة 4.6%. حزب الشعب يعتزم تجديد شروط الجنسية النمساوية بعد الانتخابات وانهاما وبابلر يتبادلان الانتقادات الحادة في أول لقاء تلفزيوني وأخيرا حزب الخضرانيوز يتناغمان في مناظرة انتخابية مشاهدينا الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشرة أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في فيينا تحذيرا جادا من أحوال جوية قاسية في النمسا تشمل أمطار غزيرة عواصف وتساقط الثلوج حيث تصل سرعة الرياح إلى 110 كيلومتر بالساعة مرتكزة على ولاية النمسا السفلى. وحذرت الهيئة من خطر الفيضانات المتوقعة مؤكدة على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة كتأمين الممتلكات ونقلها إلى أماكن آمنة مشيرا إلى أن الأمطار قد تصل إلى 400 لتر لكل متر مربع، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها يوم السبت. كما دعت المواطنين للبقاء في المنازل وتفقد الطوابق السفلى، وقد أعلنت السكك الحديدية النمساوية عن إغلاق بعض الطرق بشكل احترازي. خفض البنك الوطني النمساوي توقعاته لنمو الاقتصاد بشكل حاد، حيث توقعت أحداث تقديراته لشهر سبتمبر تراجعا بنسبه 0.7% في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2024، بعد ان كانت التوقعات تشير الى نمو بنسبه 0.3% في البدايه. كما تم تعديل توقعات عام 2025 من 1.8% الى 1%، ويعزى هذا التعديل الى اداء اقتصادي ضعيف في النصف الاول من العام. وتراجع في الربع الثاني بالاضافه الى ضعف توقعات النمو للنصف الثاني من العام ويشير الخبراء الى ان الركود في القطاع الصناعي وتراجع استهلاك الاسر هما السبب الرئيس للتدهور الاقتصادي حيث تاثرت الصناعه بشكل كبير من ضعف الاقتصاد العالمي صرح غابرييل فيلبا ماير رئيس معهد البحوث الاقتصاديه بان اقتصاد النمسا يمر باطول فتره ركود منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه حيث دخل الان في الربع الثامن من التراجع المتواصل وأعرب في عن قلقه الكبير بشأن سوق العمل مشيرا إلى أن حجم العمل انخفض بنسبة 3% منذ عام 2019 رغم زيادة السكان بنسبة 3.5% مما يعرض رفاهية البلاد للخطر وأكد في على أهمية تعزيز العمالة بدوام كامل وأصفا المكافأة الضريبية عليها بأنها فكرة جيدة كما أبدى تشاؤمه إذا أضعف استهلاك المواطنين نتيجة الإدخار بدوافع الخوف أقرت لجنة الميزانية في البرلمان النمساوي بأصوات حزب الشعب وحزب الخضر حزبة زيادات في المعاشات والمساعدات الاجتماعية لعام 2025 حيث ستشهد زيادة بنسبة 4.6% بما يتماشى مع معدل التعديل القانونية وتتطلب الحزمة أغلبية الثلثين في البرلمان بسبب وجود سقف للمعاشات العالية، كما تضمنت الحزمة إلغاء التدرج الضريبي البارد وتعديلات على قانون الخدمة المدنية. وسترتفع المعاشات التي تتجاوز الحد الأقصى الشهري لقانون الضمان الاجتماعي بمبلغ ثابت قدره 279 يورو. وتشمل الزيادة أيضاً المساعدات العائلية والاجتماعية مثل إعانات الأسرة ومعاشات الرعاية. أكد حزب الشعب النمساوي على تجديد شروط الحصول على الجنسية النمساوية، حيث أعلنت وزيرة شؤون أوروبا والدستور كارولينا إيدشتادلر أن الحزب يركز على هذا التوجه في برنامجه للانتخابات البرلمانية المقررة في التاسع والعشرين من سبتمبر. وذكرت إيدشتادلر أن الديمقراطية تواجه ضغوطا عالميا. ويجب حمايتها مشدده على اهميه سياده القانون والمواطنه ومكافحه معاداه الساميه واوضحت ان الجنسيه ليست حقا فقط بل تشمل التزامات وان الاندماج الكامل والاعتراف بالقيم الاوروبيه هما من الشروط الاساسيه داعيه لوضع معايير صارمه لمنع اي تجاوزات. أسفرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين كارني هاما رئيس حزب الشعب وأندرياس بابلر رئيس الحزب الاشتراكي عن تباين واضح في السياسات والرؤى وركزت المناظرة على موضوعات رئيسة مثل الضرائب والمساعدات الاجتماعية ومراقبة الرسائل الإلكترونية حيث أكد نيهاما رفضه لزيادة الضرائب على الثروات وركز على تحفيز الاستثمار بينما شدد بابلر على ضروره فرض ضرائب على الثروات لحمايه الفئات الاقل دخلا كما كانت هناك اختلافات حول سياسه الاسكان حيث دعا نيهاما لتعزيز الملكيه الخاصه بينما اشاد بابلر بسياسات الاسكان في فيينا فيما اتفق الطرفان على الحاجه لتعديل اليه المساعدات الاجتماعيه أظهرت المناظرة التلفزيونية بين فيرنا كوغلر رئيس حزب الخضر وبياتا ماينل رايزينجر رئيسة حزب نيوز توافقا نسبيا حول قضايا بيئية وإصلاحية مع بروز اختلافات حول تعيين المناصب وحماية الأراضي وأثنت رايزينجر على تذكرة المناخ وقانون حماية وقانون حرية المعلومات وانتقدت الحكومة لفشلها في الإصلاحات الهيكلية ودعت الى ائتلاف اصلاحي حقيقي بعيدا عن تحالف حزب الشعب وحزب الحريه، وتباينت الاراء حول حمايه الاراضي، حيث دعا كوجلر لضغط عام على البلديات بينما دعت رايزنجر للتعاون معها، وبشان الامن اعرب كوجلر عن معارضته لمراقبه بيانات الهواتف بينما دعت رايزنجر الى حظر تطبيق تيك توك. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجارات على هواتفكم كنت معكم انا ممدوح ماكين امسيه سعيده ونهايه اسبوع سعيده والى اللقاء